عندنا مفاجأة ليكي، ومعانا على التليفون جاد شويري. مساء الخير جاد. اسمعنا من التليفون واقفل التلفزيون. انا معاك سهير ومفيدة. صباح الخير او مساء الخير. مساء الخير. سامعيني احسن؟ سامعيني افضل. ازيك يا جاد؟ وانت وحشتنا، انت بقالك كتير مختفي. انا مش مختفي قوي، لكن قاعد وراء الكواليس. كنت بقالي فترة، يعني حتى لما بعمل اغنية بكون كده مشاركة، زي مع الاستاذ وليد توفيق او مع حلا الترك من البحرين. بس بجد الأغنية دي أنا كنت حاسسها كده، وشكلها كده إنها يعني رجوع ليا خصوصي بمصر. ليه تعمدت إن المطربة اللي تشاركك الأغنية تبقى بتظهر لأول مرة بشكل جماهيري كبير، ثانيا تبقى محجبة؟ ليه كان عندك التصور ده؟ هقولك، هي ابتدت من فكرة الأغنية نفسها، من كلام الأغنية. كلام الأغنية بيقول بص على الأبيض من جوه وملناش في المظاهر. فروحت قايل أنا، يعني أنا مظهري يمكن شوية عندي تاتوهات، بطلع بشكل متمرد شوية. متمرد طول الوقت وجريء، فأنت محتاج حد يبقى أبيض. لا أنا صدقيني أنا بحاول أكون قد. لا أنت أبيض من جوه، أنت أبيض ده، يعني جوه. أنا اللي أنا عارفاه أن أنت أبيض من جوه طبعا، وأنت شخص شكرا شكرا مثقف. أنتوا يعني أنتوا اللي منورين، مفيدة وزهير، وشكوا كده طاقة إيجابية على الشاشة. بقى عشان أكملكم الموضوع، قلت أنا عايز حد بالشكل هو الإكستريم العكس بتاعي 100%، عشان يكون في مثل رساله انه احنا حتى لو شكلنا او افكارنا او ديانتنا مختلفه، احنا المهم الانسان بجد هو جواه المضمون، هو نفسيته ازاي، بيلبس ما بيلبسش، بنت قلعه مش قلعه، محجبه، ولد عنده تاتوهات، ولد حاطط حلق، ولد اجنبي عربي. المهم هي الإنسانية، هي احنا ايه من جوه. انا النهارده شفت تلاميذ في امريكا بيدافعوا عن فلسطين اكتر من ناس عرب. يهمين الانسان ولو ملوش عنوان، زي ما قال محمد. 100%. وهي دي بجد رسالة الاغنية. اكيد انا كنت عارف الناس ممكن تنتقد او اي حاجة عشان سهيلة محجبة، لكن هو ده الموضوع، هو ده اللي انا عاوزه. عاوز الناس تفكر وتقول انه لا، ايه جاب عندكم مثلا اللي لم الغرب المغربي على المغرب. طب قولي جاد، انا عارفه ان انت زي ما انت قلت قبل كده في البرزنتيشن، في اول ما دخلت معانا على الخط، ان انت غنيت مع مطربين كبار واسامي كبيره. ايه اللي لفت نظرك في صوت سهيله؟ يعني انت مش الشخص اللي بتغني مع اي حد، حتى ولو هتغني كوبليه انت بتبقى مهتم تماما ان انت تبقى مع مين. فسهيله ايه اللي لفت نظرك فيها؟ عايز اسالك انت برايك ايه؟ هي صوتها حلو، انا عارفه، بس انا عارفه ان صوتها حلو، لكن انت غير صوتها حلو. انا قابلتها، ولما قابلتها انا شفت، انا مش عايز، هي هو برضو لو احنا عايزين نتكلم في كل حاجه، برضو ممكن بنت تكون محجبه ووحشه من جوه، ده مش مستحيل. فانا لقيت بنت مش محجبه، مثقفه، طيبه، بيضه بجد من جوه، متربيه، فاهمه في الفن، غير ان صوتها حلو. ده احنا يعني انا عمري ما كنت بفكر ان انا اكون عندي حاجات مشتركه مع بنت مختلفه عني، يعني بكل، بس احنا بجد على المواضيع الاساسيه هو كمان شبه بعض. النجاح سيمفونيه لما احنا بنبقى مختلفين او بنكمل بعض بتبقى احلى. على كل حال احنا محتاجين ان انت تنورنا ونعمل معاك حوار، لان احنا محتاجين نكلمك في حاجات كتير، ومحتاجين نقرب منك اكتر. لكن قبل ما نقول لك شكرا سهيله، عندك سؤال عايزه تقوله له، او عندك تعليق او رساله عايزه تقوليها لجاد شويري؟ طبعا انا عايزه اسلم عليه طبعا، وعايزه اشكره قوي قوي على الفرصه دي. انا
يعني ممتنة للوقت وللظروف ولكل الحاجات اللي خلتني أعرف جاد شويري بجد. لا هو الحاجة كمان الحلوة قوي يا جاد إن أنت بتدي فرصة للآخرين. يعني سهيلة لسه صوت بادي في بدايته، حلو إن أنت تبقى موجود وحاططها في دماغك وبتدعمها الدعم ده، مش كتير من دي الفنانين. دي أقل حاجة. أول 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 حاجة شكرا لسهيلة، أنا اللي شرفني أطلع معاكي. شكرا وشكرا ليكوا، أكيد هنوركوا وده شرف لي وعد معاكوا. محتاجين نعرف رحلتك ونتكلم معاك. أكيد فوعد أكيد إن شاء الله تنورنا في البرنامج. هنعمل ده تحت الهواء. بس هقول لك حاجة، أنا طول عمري أنا لما ابتديت ما لقيتش حد يقول لي تعالى امسك إيدك بأول الطريق. أكيد أنا بتشكر ميلودي وقتها شركة إنتاجي وكده، بس أولها الانتقادات والتعب والناس اللي هي مش بتبص شوية للموهبة يعني حتى الدعم. بعد ده فأنا قررت إن أنا لما أكون قادر أنا أي حد أنا قادر أساعده تدعمه أنا هعملها. بنشكرك جدا وفي انتظار إن شاء الله إن أنت تنورنا في الاستوديو. شكرا جاد.